السلام عليكم. أوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون أن جولة الحوار الحالية في جنيف ستناقش الملحقات وحكومة الوحدة الوطنية، كما سيجري البدء في توحيد بقية مسارات الحوار. جولة يأمل الليبيون أن تأتي بالتوافق المنشود الذي يخرج البلاد من انقسامها السياسي والعسكري. فما هو تعاطي البعثة الأممية وأطراف الحوار مع مقترحات مجلس النواب وموقف المؤتمر الوطني؟ وما مدى قدرة الوساطة الدولية على حسم وإنجاح جولة جنيف؟ ما هي فرص الوصول إلى التوافق السياسي المنشود؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفنا في العاشرة الليلة عبر الهاتف من جنيف مستشار فريق الحوار بالمؤتمر الوطني العام أشرف الشح، وعبر الهاتف من طبرق عضو مجلس النواب فهمي أتواتي، عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الناشط السياسي صلاح البكوش، عبر الهاتف من تونس الخبير الجيوستراتيجي غازي معلة. أهلا بكم جميعا. وقبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا التقرير. يكتمل حضور طرفي الحوار السياسي بعد أن قرر المؤتمر الوطني العام الالتحاق بالحوار في جنيف عقب استجابة البعثة الأممية لمطالبه ليقدم ملاحظاته على مسودة الاتفاق السياسي الموقعة بالأحرف الأولى في الصخيرات المغربية. وفد حوار المؤتمر الوطني العام يغادر إلى مقر بعثة الأمم المتحدة في جنيف بعد أن استجابت بعثة الأمم المتحدة لما طلبه المؤتمر الوطني العام في جلسته الأخيرة، وهي أن لا بد من إيجاد آليات لكي يقوم المؤتمر الوطني العام بتقديم ملاحظاته على مسودة وتعديلاته على مسودة الاتفاق. خطوة أكد مجلس النواب أهميتها في سبيل التقدم نحو الحل السياسي. ويرى المجلس الذي قدم رؤيته حول آلية اختيار المرشحين لمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وأحد نائبيه، وتم تقديمها إلى وفد الحوار التابع له لمناقشتها في جنيف، يرى أن مناقشة آلية تنفيذ اتفاق الصخيرات في جنيف دون مشاركة المؤتمر تعتبر مشكلة يجب حلها. لابد من إقناع المؤتمر الوطني باللحاق بالحوار، ولا بد من النظر في هذه الملاحظات. يعني مؤتمر الوطني يتنازل قليلا والمجلس النواب يتنازل قليلا. أعضاء مجلس النواب المقاطعون للجلسات والذين وجهوا رسالة إلى المبعوث الأممي احتجاجا على عدد من البنود التي جاءت في مسودة الاتفاق السياسي، حرصت البعثة الأممية أيضا على دعوتهم لحضور جلسة الحوار بمقر الأمم المتحدة. مشاركتنا هي تأتي في سياق دعم الحوار ومحاولة إلى الوصول إلى أرضية مشتركة بين الأطراف. توفد الأطراف نحو جنيف يشير إلى إمكانية التوصل إلى حل سياسي هذه المرة وفق ما يرى مراقبون للشأن الليبي، ولكن التوافق المنشود بتشكيل حكومة الوفاق الوطني يبقى رهين التنازلات التي سيقدمها كل طرف لإنهاء الانقسام السياسي الحاصل في البلاد. إذن نبدأ نقاشنا وبداية مع السيد تواتي، ما هي أبرز تفاصيل لقاءات لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب في جنيف، خاصة وأن البعثة اجتمعت بالوفود يوم أمس في جلسة مغلقة؟ أولا تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة لا يوجد لدي تفاصيل كافية أو وافية حول الاجتماعات التي تحدث في جنيف بين الأطراف والبعثة، ولكن مجلس النواب ماضي قدم في أدوار ليقينه بأنه أحد الحلول الأساسية لحل الأزمة الليبية، ونحن نبارك ما قام به الأطراف جميعا بالالتحاق بالحوار، وهذا دليل على حقيقة على الإحساس في أهمية استمرار الحوار لحل الانقسام السياسي والمؤسسي. طيب كيف تصف لنا تعاطي البعثة ومواقف الأطراف المشاركة؟ يعني بعثة الأمم المتحدة كيف برأيك تعاطت مع مقترحات مجلس النواب؟ حقيقة كما أشار تقريركم أن هناك العديد من الملاحظات من مجلس النواب حول المسودة حتى التي وقعت بالأحرف الأولى مجلس النواب، لم تكن هذه التعديلات التي
أرادها. كانت هناك العديد من التعديلات في العديد من البنود، ولكن عندما وقع مندوبو مجلس النواب بالأحرف الأولى، مجلس النواب بارك هذه الخطوة، وهذا يعتبر تنازل كبير النواب من أجل الاستمرار في الحوار. نعم سيد معلى، كيف تعلق على تعاطي البعثة ومواقف الأطراف المشاركة من التقدم نحو الحل السياسي، خاصة قبول ليون البحث عن الآلية لملاحظاته حول المسودة الأخيرة؟ أعتقد أن ليون فهم أخيرا أنه التهديدات أو الوعيد الذي أطلقه منذ الفترة الأولى على أنه هذه المسودة هي المسودة الأخيرة، وأنه من لا يوقع على هذه المسودة سيتعرض لعقوبات دولية، أعتقد أنه فهم أو أفهم حتى من طرف أطراف دولية أنه الحوار ليس له يعني بداية ونهاية محددة، لابد الحوار أن يكون متواصلا لغاية الوصول إلى نتيجة مرضية. أكيد الحوار لا يمكن أن يكون متواصل إلى ما لا نهاية، لكن لابد أن يكون هناك طريق واضح واتفاق واضح، لأنه أي اتفاق سياسي لا يكون متوازنا، لا يرضي على أقل تقدير معظم الأطراف ويعطيها نوعا من الأريحية بالتعامل، يصعب تطبيق هذا الحوار، لأنه الحوار أو مخزات الحوار أو مسودة الاتفاق السياسي إذا كان غير ممكن تطبيقه على الأرض يصبح عبثيا. لذلك أعتقد أنه الأمم المتحدة أو مجلس الأمن خاصة سلط ضغوطات كبيرة على البعثة لتكون أكثر مرونة وأكثر تفهما لجميع الأطراف، وأعتقد أن اللقاء الذي حصل ما بين وفد المؤتمر والسيد ليون في الجزائر يوم 31/7 كان له هذا الأثر الإيجابي على مجرى الحوار. ثم الرسالة التي بعث بها رئيس المؤتمر السيد نوري بسهمين إلى السيد ليون أول أمس، أعتقد الإجابة التي كانت اليوم أو أمس كانت أكبر دليل وأكبر مؤشر. ثم لا ننسى أنه أيضا حتى أعضاء البرلمان في تبرق لهم بعض الملاحظات، وأعتقد أنه حتى السيد ليون سيكون متفاهما أكثر لهذه الملاحظات. نعم. أعتقد أنه الآن الطريق نحو التفاهم ونحو التنازلات بدأنا نشهده أكثر وضوحا. لذلك نعم. أعتقد أنه المرحلة القادمة ستكون مرحلة التفاهمات أكثر منها مرحلة الشد والجذب اللي عشناها في الفترات السابقة. طيب سيد البكوش، كيف تقرأ استجابة البعثة الأممية لمطالب المؤتمر بخصوص إيجاد آليات مناسبة ليقدم المؤتمر ملاحظاته على مسودة الاتفاق السياسي؟ أنا في تصوري أن رد البعثة الأمم المتحدة والسيد برناردينو ليون ليس فيه من جديد، هو دائما كان يقول تعالوا إلى الاجتماعات وأبدوا رأيكم، وفي هذه الرسالة قال بأن يمكن للمؤتمر سيمكن المؤتمر الوطني من إبداء ملاحظاته على المسودة ومحاولة إيجاد آلية، ربما تكون أعتقد أن ليون يعتقد بأنه يمكن أن تكون هناك آلية مناسبة من خلال الملاحق، ولكن لا أعتقد ذلك. القضية أعتقد الآن هي أن عندما يصل وفد المؤتمر أو وصل وفد المؤتمر إلى جنيف، هل سيكون هناك تعامل جدي مع اعتراضات المؤتمر الوطني، أم أننا سنشاهد تماما ما جرى في الصخيرات، وهي الحديث مع أعضاء المؤتمر حول ملاحظاتهم، ومن ثم دفع جميع الوفود إلى الولوج إلى قصة الملاحق وقصة الحكومة الوفاق الوطني، ومن ثم يبدأ الضغط من جديد على المؤتمر للموافقة على الاتفاق والملاحق والحكومة برمتها وتجاهل جميع الاعتراضات التي قدمها؟ نعم. طيب سيدة واتي، ليون قال في مؤتمر صحفي أنه يقترح على الأطراف المشاركة في الحوار أن يبدأوا في تشكيل الحكومة، وإذا ما تم ذلك سيتم التوقيع في غضون أسبوع، ما رأيك؟ طبعا الأسماء المرشحة للحكومة هي ممثل الملحق الأول وهو الملحق الأساسي، وهو عبارة عن محصلة من هذا الصراع السياسي، هو إيجاد حكومة وفقية، إيجاد مكان
للمعترضين عن ما افرزته العمليه الديمقراطيه السابقه، وبالتالي هو اوجد لهم مكان في هذه الحكومه التوافقيه، والحكومه التوافقيه هي الاساس. اما باقي الملاحق فهي عباره عن لائحه تنفيذيه لهذا القانون الذي يسمى المسوده. وبالتالي نحن نرى اهميه الاتفاق حول تشكيل حكومه توافقيه، هو ما سيؤدي الى حل العديد من العقد والمختنقات التي تكونت خلال المرحله السابقه، وهو نتاج طبيعي لعمليه الحوار التي استمرت من شهر 9 2014 الى حد الان. ومجلس النواب ماضي قدما هذا لايمانه بان لو وصلنا لهذه المرحله ستكون باقي الاتفاق على باقي الملاحق لن يكون بصعوبة الحكومة التوافقية. نعم. طيب سيد باكوش، يعني البعثة بنفس النقطة التي تحدثنا عنها سابقا ولكن بشكل أعمق، يعني البعثة حسب تصريح المخزوم استجابت لمطالب المؤتمر ومجلس النواب والوفود المشاركة، وقعت فيما سبق على الاتفاق بالحروف الأولى. هل نفهم أن النقاط بدأت تعكس نفس المفهوم لكلا الأطراف وبالتالي قرب حقيقي للتوافق؟ شو هناك احتمالين، هو التوافق، وهناك من يدفع بالتوافق، هناك في المؤتمر الوطني العام وهذا عكسه قراره الأخير، هناك من يعتقد أننا يجب أن نذهب، يجب أن لا تفوتنا فرصة اقتطاع الحصول على جزء من كعكة الحكومة. ولهذا أنا أختلف مع السيد تواتي أن المهم هو الحكومة الوفاق الوطني. حكومة الوفاق الوطني بدون اتفاق سياسي توافق عليه جميع الأطراف لا يمكن لها أن تقوم بشيء. وعلى هذا الأساس أعتقد أنه بدون لأن شوف يا عزم، هذه القوة التي مجتمعة في سويسرا الآن بجميع أطراف حتى لو توافقوا، هناك شكوك حول قدرتها على التأثير على الأرض، فما بالك لو لم تتفق هذه القوى؟ يعني كيف يمكن لهذه القوى أن تقوم بشيء ما لوقف القتال والتدمير الجاري في بنغازي ودرنا باتفاق يقول بأن البرلمان سيمدد له وهو السلطة التشريعية الوحيدة، وقراراته التي قال فيها أن ثوار بنغازي وثوار درنا وثوار فجر ليبيا كلهم إرهابيين، وأن السيد حفتر هو القائد العام للجيش، كيف سيمكن تنفيذ اتفاق كهذا على الأرض؟ وعلى هذا الأساس أعتقد أن في جنيف يجب التعامل بجدية مع الاعتراضات المقدمة حول هذه المسودة، ومن ثم يمكن الولوج إلى الملاحق ويمكن الولوج إلى حكومة وفاق وطني، ولا أعتقد أن ذلك سيكون أمرا صعبا. نعم. طيب سيد معلا، تعددت الجولات ولم تصل الأطراف السياسية الليبية للتوافق المنشود، هل ترى أن هناك ما يمكن أن يتعلق بتعاطي البعثة الأممية مع الأزمة بالصورة المطلوبة مثلا؟ أعتقد أن البعثة الأممية لم تتعاطى بجدية، خلينا نكون صرحاء، لم تتعاطى بجدية أو على الأقل أهملت بعض الأطراف السياسية الموجودة على الساحة الليبية أولا، ثم أنها تعاملت بنوع من التكبر على الملف الليبي او بعض الشخصيات الليبيه، لانه حتى كما تفضل السيد باكوش، يعني حتى لو توصل الاطراف الليبيون والى ما نتمناه طبعا الى 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 حكومه اتفاق وطني، يبقى الاتفاق السياسي الجوهري هو اساس التعايش المشترك، هو اساس المرحله القادمه التي تكون فيها نوع من التجاربات السياسيه حتى الوصول الى انتخابات قادمه ووصول الى دستور. ثم والأخطر والأعمق هو الترتيبات الأمنية. الآن كل الأطراف الليبية تتناقش حول دور البرلمان ودور المؤتمر ودور الحكومة ومن يختار الحكومة، لكن الترتيبات الأمنية التي هي أي حكومة في العالم إذا كانت تتمكن وليست لها الإمكانيات العسكرية والأمنية على الأرض، كيف يمكن أن تطبق قراراتها؟ كيف يمكن أن تكون هي السلطة العليا في دولة؟ لذلك أعتقد أنه النقاش حول المواضيع الظاهرة نوعا ما
أو الشعارات الكبرى، لكن الدخول في عمق المشكلة، في عمق الموضوع هو الذي ينقص البعثة الدولية. والأطراف الليبية أعتقد أنها تشعر وتعرف وتعي جيدا أن هذه هي فعلا ضد الموضوع، لكن الاتجاه الذي تاخذ فيه الأمم المتحدة وخاصة البعثة الدولية في ليبيا النقاش الليبي يجعل من هذا الحوار، هو أعتقد أنه حوار سطحي نوعا ما وبعيد كل البعد عن عمق الإشكال الليبي الذي يعرفه الليبيون جيدا أكثر من أي شخص آخر في العالم. نعم سيدة تواتي، هل بات كل أعضاء المجلس على قناعة تامة بأنه لا بد من الوصول إلى توافق ما للخروج بالوضع الليبي إلى برلمان؟ نعم جميع أعضاء مجلس النواب متفقون على أن استمرار الحوار ونجاحه هو من أفضل السبل إلى الوصول إلى استقرار من أجل مرحلة بناء. أما الخوض في بعض التفاصيل أو تحديد شخصية عامة أو قرارات مجلس النواب، لم يصدر قرار بأن هناك شخصيات إرهابية، هو بيان صدر ونعرف مدى القوة القانونية للبيان أو القرار. الغوص في التفاصيل والبحث عن جزئيات يضيع المسار الأساسي والرئيسي، هدفنا الحقيقي هو إنهاء هذه الأزمة. ليبيا قادمة على أزمة مالية كبيرة جدا جدا، يجب مراعاة ذلك. نحن نسعى إلى ضرورة إنهاء هذه الحالة السيئة من الانقسام السياسي والاجتماعي. نعم. هذه الوضع طيب سيد البكوش، كيف تفسر اعتماد مجلس النواب آلية اختيار المرشحين لمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وأحد نائبيه عبر لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب بجنيف للنظر فيها في هذا التوقيت؟ أنا ما سمعته ما تردد على القنوات الإعلامية، ولا هذا ليس مؤكد، أن مجلس النواب قرر أن يقدم النواب من المنطقة الجنوبية قائمة، ويقدم النواب من المنطقة الشرقية قائمة، ويقدم النواب من المنطقة الغربية قائمة، ومن ثم يجري التباحث حولها. ولا أعتقد أن هناك طريقة جدية الآن للتعامل مع هذا الموضوع، وخاصة عندما ترى أن القوائم تشمل السيد علي زيدان والسيد شلقم والسيد العارف، والجميع يعرف أن أي حكومة وفاق وطني يجب أن تعتمد على كفاءات وشخصيات غير جدلية يمكن أن تخلق زخما من الثقة من قبل الشعب والسياسيين الآخرين. طيب ولكن اعتماد يعني آلية في هذا التوقيت ماذا يعني برأيك؟ أعتقد أنه ربما البرلمان أو مجلس النواب يعتقد بأن الوقت قد فات لمناقشة المسودة أو أي تعديلات عليها، وأن ما سيحدث هو مناقشة الحكومة. وربما وهذه هي الخطورة، هي أن يقول ليون كما قال في الصخيرات المؤتمر الوطني غير موجود، لنقوم بحفل ونوقع على المسودة والمسودة أقفلت. وربما الآن هو أن يأتي المؤتمر ويدخل ليون في الملاحق والحكومة، ومن ثم يقول للمؤتمر الوطني إن اعتراضاتك فات وقتها. هذه هي الخطورة. ولكن الجميع الخبراء المختصين في ليبيا، وكان هناك مقال الأسبوع الماضي على مجلة السياسة الخارجية أو Foreign Policy، ويقول بأن هكذا مسار سوف يكون مخاطرة كبيرة، وقد يؤجج الصراع ويطلق صراعا مسلحا داخل العاصمة نفسها، إذ أن معنى ذلك أن الحكومة الوفاق الوطني في ظل عدم موافقة المؤتمر الوطني والأطراف المساندة له سوف تضطر إلى استخدام القوة للدخول إلى العاصمة والتمركز فيها. نعم طيب سيد معلا، برأيك هل من الممكن إذن أن تتخذ مواقف أطراف الحوار منحا يقرب بين الأطراف في ظل
كل هذه النقاط التي أشار إليها سيد البكوش؟ هذا ما نتمناه، لكن الظاهر لا، الظاهر أن كل طرف له أجندة خاصة به، يعني كل طرف له أجندة، يريد بعض الأطراف يريد الإسراع بحكومة وحدة وطنية وحكومة وحدة وفاق وأخذ المسودة الحالية أو الاتفاق السياسي الحالي كما هو بدون تعديلات، وهناك طرف آخر الآن يريد بعض التعديلات لجعل هذه المسودة أو هذا الاتفاق أكثر توازنا. يعني الاتجاهات نوعا ما متضاربة وهي لست في الاتجاه، يعني إذا كانت النية نحو توحيد الاتجاهات وتوحيد المسارات نحو إيجاد اتفاق سياسي ممكن أن يدوم، أنه كلنا نعلم أن الاتفاقات السياسية التي أنشأتها الأمم المتحدة في مختلف الدول العالم كانت في معظم الأحيان اتفاقات سياسية لا تدوم. انظر أكبر مثال أو أحدث مثال هو المثال اليمني، يعني الاتفاق اليمني الذي حدث من 3 سنوات، الآن انظر ما يحدث في اليمن من حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس. لذلك أعتقد أنه لابد الأطراف الليبية أن تكون أكثر وعيا وأكثر وطنية، أنا أعتقد أنها وطنية أكيد، لكن أن تكون أكثر وطنية أن تفكر مليا وجديا في الاتفاق السياسي وليس في نتائجه الظاهرية أي الحكومة وما إلى ذلك. لابد أن يكون الاتفاق السياسي يريح كل الأطراف أولا ويجعل الشعب الليبي ملتف نحو هذه المسودة ونحو هذا الاتفاق. كان هناك اجماع وطني نحو الاتفاق السياسي الاتفاق. طيب اذا كيف تقدر سيد معلا يعني نسبه نجاح الوساطه الدوليه على انجاح جوله جنيف وحسم القضيه الليبيه؟ اعتقد ان هناك بعض الاطراف الدوليه فعلا تريد الاتفاق السياسي ان ينجح، لكن هل الاتفاق السياسي سينجح من خلال الجوله القادمه؟ صعب جدا، يعني اعتقد ان الطريق ما زال طويلا والجولات ما زالت ستاتي جولات وجولات اخرى، واعتقد انه لا يمكن ان يكون اتفاق سياسي الا بعد عده اجتماعات او بعد عده اشهر، يعني لا ارى ان هناك اتفاق سياسي قبل نهايه السنه يعني. نعم. سيدة تواتي، اذا كيف تقيم دور الوساطة الدولية وانتم الان في خضم التجهيز لجلسات الحوار؟ اعتقد ان هناك تاخر كبير، كان من المفروض انهاء العمليه الحواريه بشكل ابكر. العديد من الاطراف قدمت تنازلات، ونحن الان في المرحله النهائيه، وارجو ان لا يطول الى نهايه السنه. يكفي معاناه المواطن، ولكن دعني اتحدث بشكل مباشر. سيدة تواتي أو أو نعم، لم نكن نسمعك جيدا سيدة تواتي. طيب إذا أنتقل إلى سيد البكوش. سيد البكوش، هل الوساطة الدولية والكثير يعول عليها تعتبر ناجحة في حسم وإنجاح جولة جنيف برأيك؟ لا أعتقد أن الوساطة الدولية ستكون ناجحة إن لم يحصل هناك تغيير جذري في هذه الوساطة وتصر على الضغط على جميع الأطراف للتوصل إلى حل متوازن. أنا دعني أقترح عليك سؤالين مهمين، وهما والتي يشير إليها جميع الخبراء والسيد معلم أشار إليها، وهي: هل تستطيع هذه الأطراف المجتمعة في جنيف التأثير على الوضع الميداني على الأرض؟ السؤال الأول: هل البرلمان أو مجلس النواب يسيطر على القوة العسكرية التي يمثلها حفتر والذي رفض حتى الآن المثول أمام مجلس النواب للإجابة عن الوضع العسكري؟ إذا أنت ترى الآن هناك مشكلة كبيرة بين الوصول إلى هذا التوافق السياسي وبين تطبيقه على أرض الواقع؟ بالطبع. وهل بقيت السؤال: هل يستطيع المؤتمر الوطني تطبيق هذا الاتفاق على الأرض عندما يأتي باتفاق يقول للثوار في بنغازي وفي طرابلس وفي درنة بأنني وافقت على التمديد للبرلمان وأن حفتر سيكون القائد العام للجيش وستسلمون أسلحتكم لذلك الجيش؟ فعلى هذا الأساس أعتقد أننا لازال أمامنا
مشوار للوصول إلى اتفاق سياسي بوساطة دولية يمكن أن توصلنا إلى نهاية المشوار. نعم. طيب سيد معلا، حسب قراءتك ما مدى قدرة الوساطة الدولية في حسم القضية الليبية رغم المنغصات الميدانية بالأرض الليبية؟ أعتقد أنه الرغبة، ليس هناك رغبة، أنا تحليلي الشخصي أن ليس هناك رغبة دولية للإسراع بحل بالنسبة للملف الليبي. أعتقد أن القوى الدولية قادرة بطرق عدة ووسائل شتى أن تضغط على جميع الأطراف الليبية للوصول إلى حوار، لكن ما دام الوضع الليبي بالنسبة للمجتمع الدولي لم يصبح على هذا الوضع المهدد للأمن البحر المتوسط، لم يصبح هذا الوضع الخطير، لا الوضع الذي لا يضر بمصالح الدول الكبرى وحتى بعض الدول الجوار. إذا نترك هذا الملف جانبا، لأن الاهتمامات الدولية الآن بملفات أكبر وملفات لها مصالح أكبر في الشرق الأوسط وما إلى ذلك. ولذلك أعتقد أن القوى الكبرى في العالم ليست لها النية الواضحة والرغبة الصادقة للضغط والإسراع، خاصة هي لها نية في إيجاد حل، لكن ليس لها نية الإسراع بإيجاد حل داخل للحل الليبي. لذلك أعتقد ما دام هذه النية غير موجودة وهذه الرغبة للتسريع بإيجاد حل غير موجودة، فإذا أعتقد أنه التجاذبات ستبقى بين الأطراف الليبية إلى أن يصل الليبيون أنفسهم إلى قناعة أنهم لابد أن يجدوا حلا لأنفسهم بدون الالتفات وبدون التعويل الكثير والكبير أو التوهم أن الدول الكبرى لها نية في إيجاد حل في ليبيا. لابد الأطراف الليبية أن تعي جيدا أن الحلول تأتي من الداخل، الأطراف الخارجية ما هي إلا أطراف ممكن أن تسهل أن تساعد، لكن هل هي تصبح صاحبة الحل أو لديها الحل السحري الذي من الخارج؟ فهذا وهم كبير جدا. طيب سيد تواتي، مجلس النواب اعتمد آلية لاختيار المرشحين لمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وأحد نائبيه، يعني هل وتم تقديمها أيضا للجنة الحوار التابعة لمجلس النواب بجنيف للنظر فيها، على ماذا ترتكز هذه الآلية برأيك؟ قبل أن أجيب حضرتك عن هذا السؤال أعود للسؤال السابق لأن الصوت انقطع، فحقيقة فيما يخص الآلية الدولية المعتمدة أو الحوار، نحن نعلم جميعا أن الدول الراعية للحوار ضغطت على المؤتمر الوطني بشأن ضرورة رجوع الحوار، لم يضغط على البعثة، الضغط كان على المؤتمر وكان ضغط خارجي وداخلي. نحن نعلم أن هناك كتلة من 22-24 عضو في المؤتمر الوطني، كتلة الوفاق الوطني ضاغطة لشعورهم بالمسؤولية على الوطن، وليس من أجل إيجاد العديد من الفخاخ واستمرار لما يحدث الآن. العديد أصبح يشعر بأهمية الاستمرار في الحوار وإنجاحه، وهذا ما حصل. أما بخصوص الآلية التي سألتني عنها، مجلس النواب تشاور في ضرورة إيجاد آلية لترشيح الشخصيات للحكومة لرئاسة الحكومة التوافقية. نحن نعلم أن الحكومة التوافقية، رئاسة الحكومة التوافقية تتكون من رئيس ونائبيه ووزيرين مفوضين. الرئيس ونائبيه يتم اختيارهم وأعطاهم الثقة من مجلس النواب. مجلس النواب ناقش العديد من الآليات من أجل كيفية الوصول إلى تكليف أو ترشيح رئيس للحكومة التوافقية، فوصل إلى أن يرشح رئيس ونائب بشكل عام، وسيفتح باب الترشح بهذه الوظيفة أمام جميع الليبيين، وأعتقد أن هذا الإعلان سيعلن غدا للرئيس والنائب، ويتقدم أي ليبي يرى في نفسه كفاءة أن يكون رئيس الحكومة التوافقية ويقدم رؤيته لمجلس النواب، وبعد أن يختار مجلس النواب هذه الشخصيات سيرسلها إلى المتحاورين في جنيف أو في مكان آخر من أجل التسريع لإنهاء هذا الانقسام. طيب، ولكن على ماذا ارتكزت هذه الآلية حتى يتم اعتماد واختيار هؤلاء المرشحين؟ ما تفضل به بعض ضيوفك حول اختيار الشرق والغرب، هذه آلية طرحت، قد تكون هذه آلية يعني كتل مجلس النواب باعتبار مجلس النواب يعني دعنا نتحدث أن قانون انتخاب مجلس النواب
ارتكز على مستقلين وليسوا أشخاص تابعين أحزاب أو تيارات سياسية، وبالتالي ارتكز تقسيمات مجلس النواب بشكل جهوي، الشرق والغرب والجنوب، وهذا ما يحصل. ففرح العديد من النواب بشأن أن تكون كل كتلة ترشح شخصيات أو تقبل شخصيات من مناطقها في الشرق والغرب والجنوب، وثم يتم التفضيل بينهم أو إرسالهم جميعا إلى المتحاورين، أو طريقة أخرى بطريقة صندوق الانتخاب من يخرج. واستقر مجلس النواب أن مجلس النواب هو مجلس نواب للأمة للليبيين بالكامل، ولا فيه داعي أن نرشح من الشرق والغرب والجنوب. أي ليبي يرى في نفسه الكفاءة للتقدم لهذه الوظيفة يتم وصلت فكرتك سيد تواتي. سيد البكوش، يعني نظرا وكما استمعت إلى السيد معلى بخصوص الوساطة الدولية، إذن ما الذي يسعى إليه الآن السيد ليون وفق ما يعني ما هو موجود الآن على الميدان، ووفق ما وصل إليه سواء كان الأطراف السياسية المؤتمر الوطني وحتى مجلس النواب؟ أنا أتفق مع السيد معلا أن القضية الليبية لم تصل في خطورتها إلى المستوى الذي يمكن للمجتمع الدولي أن يفرض حلا أو يقدم خيارات حاسمة أو يقوم بأي مخاطرات. أعتقد أن الهدف العام هو تخفيف حدة التوتر في ليبيا للتعامل مع الهجرة غير الشرعية وتواجد جماعات تكفيرية إرهابية كداعش، وليس محاولة لإحلال سلام دائم في ليبيا، هي مجرد لتخفيف حدة التوتر عن طريق الوصول إلى اتفاق فيه الكثير من الغموض وتشكيل حكومة وفاق وطني بصلاحيات كبيرة يمكن للمجتمع الدولي التعامل معها بدون التأثير عليها من أطراف أخرى أو برلمان أو مجلس دولة. وهذا تلاحظه من الاتفاق الذي ينص على أن لإقالة هذه الحكومة يتطلب 150 صوت، وعلى هذا الأساس ستكون الحكومة بمنأى عن هذه التأثيرات من مجلس النواب أو مجلس الدولة، وسيمكنها أن تتعامل مع المجتمع الدولي بدون الخوف من إقالتها. نعم، طيب إذن هل يمكن أن تشهد الوساطة الدولية دخول بعض الأطراف الإقليمية ودول الجوار الليبي للعمل في إنجاح هذا الوفاق؟ هل السؤال لي؟ نعم، تفضل سيد البكوش. نعم لك. نجح مجلس النواب في المسودة الأخيرة في إدخال كل من مصر والإمارات وهي المؤثرة في الجامعة العربية، إدخالهم على الخط عن طريق تضمين شيء جديد في المسودة الذي ينص على أن للجامعة العربية دور في ما يحدث في ليبيا بعد التوصل إلى اتفاق من ناحية الترتيبات الأمنية ومن ناحية الترتيبات الأخرى. وهذا طبعا ما عارضه المؤتمر الوطني، لأن نعرف نحن الجامعة العربية ومن يؤثر فيها ومن يتخذ في قراراتها، ونشهده كل أسبوع وكل يوم. نعم، طيب سيد معلا، برأيك ما الذي ينقص الوساطة الدولية لإنجاح الحوار الليبي والوصول إلى توافق سياسي، أو بالأحرى ما الذي ينقص الملف الليبي حتى يتم السعي في إنجاحه؟ هو ليس ما ينقص الملف الليبي، الملف الليبي لا ينقصه شيء، يعني الشعب الليبي الآن يعيش أزمة فعلية، يعني وهذا أمر واضح، يعني من انقطاع الكهرباء إلى انقطاع الماء إلى قلة الدقيق إلى كل هذه إلى الأزمة المالية الخانقة الآتية خلال الأشهر القادمة، كل هذه أزمات كبيرة يعيشها المجتمع الليبي والشعب الليبي، والشعب الليبي في حاجة ماسة إلى الخروج من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن. لكن المجتمع الدولي ليست له الآن هذه المصالح، أو ليس له هذه الرغبة الحقيقية للإسراع والدفع بإيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويريح الشعب الليبي. لذلك أعتقد أنه حتى الوصول إلى حقوق إحدى وطنية كما قال السيد بكوش، لا أعتقد أنه المجتمع الدولي متسرع أو راغب للوصول إليها بأسرع وقت ممكن. هو ما دام الوضع في ليبيا ممكن أن يتعامل معه المجتمع الدولي بوضعه الحالي، بوجود
سلطتين، سلطة في الشرق وسلطة في الغرب، بوجود برلمان ومؤتمر، بوجود هذه الأطراف العسكرية وهذه التجمعات العسكرية الموجودة هنا وهناك، فدام أن الوضع في بنغازي لم يصبح مدول، لأن يعني الوضع في بنغازي حقيقة هو وضع كارثي، لكن العيب أنا أعتقد أن العيب عند الليبيين، يعني أسمح لي أن أعيب على الأخوة الليبيين، لأنه حتى الأخوة الليبيين لم يوصلوا بنفسهم الإنساني خاصة في مدينة بنغازي إلى المستوى الدولي. يعني كلنا نلاحظ أنه في أي كارثة إنسانية تقع في أي مدينة في العالم يصبح كل الإعلام الدولي يتحدث عنها ويسلط عليها الأضواء. الإشكالية الآن في مدينة بنغازي خاصة لم يسلط عليها الأضواء على مستوى الإعلام الدولي، لذلك الرأي العام الدولي الذي هو الآلة الضغط الحقيقية على كل السياسات الدول الكبرى لم نصل لهم المعلومة الحقيقية حول ما يحدث. إذن سيد معلا، يعني نستطيع أن نقول أنه لم تسنح الفرصة حتى الآن للوصول إلى التوافق؟ نعم، لم تسنح الفرصة أكيد. طيب سيد تواتي، الوصول إلى التوافق السياسي وهو الهدف، هل هناك لربما إعاقات يعني لم تتم إزالتها حتى يمكن الوصول للاتفاق؟ والله أعتقد أن يعني خلال أصبح الملف والأزمة الليبية واضح للجميع، يعني أطراف الحوار أو طيب سيدة تواتي، لا نستطيع سماعك نتيجة لرداءة الصوت من المصدر، أذهب إلى السيد البكوش. سيد البكوش، يعني حتى يتم الوصول إلى التوافق، هل هناك عوائق كثيرة تمنع الوصول إلى هذا التوافق؟ بكل تأكيد هناك عوائق، ولكن هناك أيضا مؤشرات على تغيير في الأجواء العامة. عندما أستمع في حلقة سابقة على محطتكم الموقرة للسيد تورغي عضو مجلس النواب، وأستمع الآن للسيد تواتي، أعتقد أن هناك تفهم أكثر وإيجابية أكثر، وربما نوع من العقلانية أكثر من ذي قبل، وشعور بالمسؤولية أكبر من ذي قبل، وهذه مؤشرات إيجابية. ولكن أعتقد أن هناك عوائق جدية في طريق هذا الاتفاق، وأهمها هي كيف يمكن لهؤلاء المتفاوضين في جنيف الوصول إلى اتفاق الذي يستطيع ليس فقط وقف الصراع في طرابلس وتمكين حكومة وفاق وطني من الجلوس في مكاتبها الفاخرة في طرابلس، ولكن وقف الدمار الحادث في بنغازي ودرنا. أم أننا سنطلق العنان للسيد حفتر بعد الاتفاق والآن تحت مظلة الشرعية وما إلى ذلك لاستكمال تدمير بنغازي ودرنا تحت مظلة شرعية هذا الاتفاق؟ طيب إذن يعني سيد تواتي، يعني كما أشار سيد البكوش إلى هذه المؤشرات التي أشار إليها أنها مؤشرات جيدة، هل بهذه المؤشرات نستطيع أن نكمل المشوار، أن نصل إلى التوافق؟ نعم يعني الوضع يبدو جيدا إلى حد الآن، كما ذكر سابقا بل يعتبر متأخر، كان يمكن إنجاز الاتفاق السياسي في فترة أسرع، ولكن عندما لاحظ أن مجلس النواب والمقاطعين والمستقلين هم راضون تماما، لم يبقى إلا طرف واحد وهو المؤتمر الوطني، بعض أطراف المؤتمر الوطني ذاهبة في هذا الاتجاه، لم يبقى إلا جزء من هذا الطرف. بشكل عام نحن مستعدين للنقاش في جميع النقاط، أما التركيز على تفاصيل دقيقة وبسيطة يمكن تجاوزها أو الاتفاق عليها في مراحل قادمة وقريبة. المسودة وقعت، الملاحق في طور العمل عليها، جاري الاتفاق على حكومة توافقية. حقيقة الأمل يحدونا لإنهاء هذا الوضع في فترة قريبة إن شاء الله. طيب
سيد معلا، يعني السيد ليون أشار إلى النقاش في حكومة الوحدة الوطنية وكذلك الملاحق، يعني هل بالإمكان للبعثة الأممية إعطاء كل طرف ما يريد حتى يعني نصل وتكون فرصة النجاح، نجاح جولة جنيف يعني مبشرة؟ هذه الجولة سيكون فيها النقاش حسب جدول الأعمال التي تراطوا عليه، إذا كان تغير ما تغير في نوع من الملاحق، الملاحق المالية يعني كيفية تصرف الأموال العامة على هذا، ملحق أعتقد أنه سهل الوصول إليه. هناك ملحق الخاص والصعب جدا، هو ملحق الحكومة الاتفاق الوطني، هذه الاتفاق حول الأسماء وكيفية اختيارها ومن وكيف يرشحون، هذا ملحق أعتقد أنه فيه نوع من التعقيد الذي ممكن أن يطول فيه النقاش، وأعتقد أنه سيكون فيه عديد العوائق. ثم الملحقات الأخرى الإدارية وما إلى ذلك. وملحق الثالث والمهم أيضا هو ملحق مجلس الدولة وصلاح مجلس الدولة وكيفية اختيار أعضاء مجلس الدولة، يعني هذه خاصة الموضوعين الأخيرين، موضوع مجلس الدولة وموضوع الحكومة الاتفاق الوطني، موضوعين خطيرين ويتطلبان أكثر وقتا ويتطلبان أكثر نقاش، ولابد أن نعي جيدا أنه في جميع الحوارات الدولية هناك حوارات تكون خارج الجولات الرسمية. هذا ما لم ألاحظه أنا في الحوار الليبي، أعتقد أنه لابد من ترك المجال للأطراف الليبية أن تتناقش خارج الأضواء، خارج هذه الجولات الرسمية. لابد أن هناك تواصل، ما دام ليس هناك تواصل بين الأطراف الليبية، تواصل مباشر، أعتقد أنه الحوار سيأخذ وقت أطول وأطول، لأنه الجلسات هي جلسات قصيرة، الجلسات هي من يوم أو يومين، يكون فيها الضغط الإعلامي كبير جدا، الضغط السياسي كبير جدا، الضغط الشعبي كبير جدا، لذلك أعتقد لابد من ترك الفرصة للأطراف الليبية أن تتناقش خارج الأضواء، خارج الجلسات الرسمية، للوصول إلى حلول توافقية ممكن يذهب بها إلى هذه الجلسات الرسمية بأكثر سهولة. ما عدا ذلك فأعتقد أنه العملية ستطول، وما لاحظناه حتى في الملحق الخاص باختيار رئيس الحكومة، رئيس الوزراء، أعتقد أنه هناك ملاحظات من طرف بعض الأطراف الآن في الحوار الليبي تطلب أن تتغير تشكيلة هذه الحكومة، يصبح رئيس الحكومة له رئيس وزراء له 3 نواب وليس نائبين، وهذا سيزيد من تعقيد الاختيارات. لذلك الذهاب نحو اختيار حكومة كخطوة أولى أعتقد أنه مسار خاطئ. أعتقد لابد أن يكون اختيار الحكومة ورئيسها ونواب والأعضاء هو آخر المطاف، لابد أن يكون الترتيبات أخرى، وخاصة من هذا الموضوع الذي تتفاداه الأمم المتحدة. نعم. وهذا ننبه منه كثيرا، هو الملف الأمني، هو الترتيبات الأمنية. الترتيبات الأمنية ستكون يمكن أن تكون هي التي تقسم. نعم. طيب في هذه النقطة بالذات دعنا نسأل سيد باكوش. سيد باكوش، يعني هل تجد أو هل ترى أن هناك بوادر للاتفاق حول الحكومة، حول أيضا نقطة مجلس الدولة، أم أن هناك نقاط أخرى يجب النقاش فيها؟ أولا أعتقد أن الوصول إلى اتفاق يبدأ بأن تعترف الأطراف الرئيسية ببعضها البعض وبأنها هي الأطراف الرئيسية. في حلقة سابقة وأعيد وأكرر، سيد التورغي عضو مجلس النواب قال بأنه لا يمكن يكون هناك اتفاق بدون توقيع الطرف الرئيسي الآخر وهو المؤتمر الوطني العام. الطرفين الرئيسيين هما مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام، ولكل منهما حكومة ولكل منهما رئاسة أركان وقوات. وعندما نقول بأن جميع الأطراف وقعت ما عدا المؤتمر الوطني، من هي جميع الأطراف؟ وقع مجلس النواب ووقع مجموعة من المستقلين. هل يستطيع أحد من المشاهدين أن يقول لي أن أحد من أولئك المستقلين له أي قاعدة شعبية أو له أي تأثير على الأرض؟ فالاتفاق لم يوقع عليه سوى طرف رئيسي واحد وهو مجلس النواب. أما بخصوص الحكومة، أنا نقول لك شنو الصعوبة في تشكيل الحكومة. بما أن مسودة الاتفاق السياسي غامضة جداً، فالكل متخوف من اختيار شخصية رئيس الوزراء ونائبيه، لأن المسودة مفتوحة
تقول بأن رئيس مجلس الوزراء له صلاحيات وما إلى ذلك، وأن النائبين لهم صلاحيات ولهم القائد العام وتعيين المناصب، فالكل متخوف لأن المسودة غامضة جدا بخصوص هذه الصلاحيات، وخاصة عندما تعرف بأنك عندما تشكل الحكومة ستفقد أي تأثير عليها أو أي سلطة عليها، لأنك إذا أردت تهديدها بشيء فأنك تهددها بالإقالة، ولكن لإقالتها تتطلب 150 صوت، وعلى هذا الأساس أعتقد أن الوصول إلى حكومة سيكون صعبا جدا في ظل هذا الغموض. نعم. طيب سيد تواتي، كيف ترى موقف الأعضاء المقاطعين لجلسات الحوار من المسار الحالي لجولة جنيف وإنجاحهم للتوافق المنشود؟ الأعضاء المقاطعين ذهبوا وبقوا على المسودة بالأحرف الأولى، وكانوا حاضرين وسباقين لإتمام الحوار وتتويجه بالتوقيع النهائي على الوثيقة بشكل نهائي. نحن كما أشرت مطمئنين جدا، ولكن أريد أن أعقب بشكل سريع على ما تفضل به سيد بكوش. نحن نحتاج دائما إلى تهديد الحكومة، تهديدها بأما بالسلاح أو تهديدها بالإقالة. على أول فترة استقرار حكومة توافقية، القرار في مجلس الرئاسة قرار توافقي، يعني أحد النائبين سيكون من طرف الطرف الآخر، وبالتالي القرار فيها لن يكون بالمغالبة، يعني قرار توافقي. أحد الأعضاء إذا رفض هذا القرار لن يمرر. إذن هي حكومة توافقية، الهدف منها الاستقرار لأطول فترة ممكنة من أجل إعادة البناء والترميم. هذا الهدف الحقيقي اللي المفروض نسعوله جميعا. وأما جزئية التقاتل في العديد من الأماكن، نحن نعلم الأطراف التي تقاتل في بنغازي هي أطراف تتبع المؤتمر، والطرف الذي يقاتلها طرف يتبع شرعية مجلس النواب، وبالتالي الاتفاق يسري على هذه الأطراف جميعا، ومن لم ينصاع في شكل يصبح ميليشيا وسيكون هدف للمجتمع الدولي والأطراف الراعية للحوار. نحن نسعى للاستقرار وإنهاء حق التقسيم المؤسسي. نعم. طيب سيدة معلا، إذن برأيك ما هي فرص نجاح جولة جنيف وقد بدأ المبعوث الأممي واثقا في التوصل إلى الحل؟ هذا ما تمناه، لكن ما كنا ما يتمناه ما يصله أو يدركه. لذلك أعتقد أنه كل ما تمناه أن يكون هذه الجولة بداية جديدة وانطلاقة جديدة للحوار الجدي، للحوار الفعلي، للوصول إلى 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 خارطة الطريق ممكن أن توصل ليبيا إلى بر الأمان. لكن أن تكون هذه الجولة هي جولة الإنجازات العظمى والتوافقات الكبرى بكل هذه السهولة وبكل هذه السرعة، أعتقد أن هذا نوع من الوهم أو نوع من الحلم المبالغ فيه. لابد أن نكون أكثر واقعية، لابد أن نعي جيدا أن الوصول إلى اختيار رئيس الحكومة أو نائبيه في ظل هذا الصراع السياسي وهذا الصراع العسكري وهذا التجاذب الكبير والكبير جدا، يعني حتى من الناحية الجهوية أو من الناحية السياسية ومن الناحية الإيديولوجية، الوصول إلى هذا الاتفاق أعتقد يتطلب وقت أطول، يتطلب مشاورات حثيثة وكبيرة جدا، كما عرج السيد بكوش. يعني في هذا الاتفاق السياسي وهي مسودة الاتفاق السياسي تعطي صلاحيات كبيرة وكبيرة جدا لرئيس الحكومة والحكومة بصفة عامة، وخاصة لرئيسها ونائبيه. لذلك أعتقد أنه إعطاء السلطة لهذه الشخصية وهذه الشخصيات أعتقد يتطلب دراسة عميقة، وسيكون هناك صراع كبير وكبير جدا للوصول إليها. يعني ما تعلق السيد زيدان أو رغبته في العودة إليها، يعني جيدا أنه سيكون هناك صراعا وصراعا مريرا حول الوصول إليها. يعني كل ما تعلق بالسيد زيدان من شبهات اختلاس وكل ما قيل وكل ما وهروبه من طرابلس في يوم ما، والآن يعود إلى الساحة من جديد ويطالب أن يدرج اسمه داخل القائمة المرشحين لهذه الحكومة، هذا يعطي بالدليل على أنه سيكون هناك صراع مرير وطويل حول هذا المنصب وحول حتى نعم. طيب
سيد الركوش، هل بالإمكان أن تنجح البعثة في إعطاء كل طرف ما يريد حتى يتم التوافق، خصوصا أن ليون يعني بدي يبدو أنه واثق خلال تصريحاته الأخيرة؟ بكل تأكيد لا يمكن لأي اتفاق سياسي أن يحصل فيه تحصل فيه جميع الأطراف على كل ما تريد. سيكون هناك تنازل هنا وتنازل هناك للوصول إلى اتفاق، وإلا يعني لا يمكن الوصول إلى اتفاق يرضى به الجميع. أنا أريد تفاؤل ليون الآن ربما مدعاه أنه بدأ يتفهم الوضع على هذا الأساس. أريد أن أعود إلى نقطة ذكرها السيد تواتي، وهي أن وافق النواب المقاطعين. يا سيد تواتي، أنت تعرف بأن النواب المقاطعين لم يوافقوا، وافق نواب مقاطعين 4: السيد بوشاغور، السيد الغرياني، السيد بشاغة، والسيد الفقي. وعلى هذا الأساس دعا الآن السيد ليون لاجتماع جنيف أحد الممثلين للعشرين نائب الآخرين المقاطعين الذين لم يوقعوا على المسودة ومعترضين عليها. فمن وقع على المسودة البرلمان ويمثله فريقه التفاوضي وهو مفوض من قبل مجلس النواب، ووقع عليها 4 نواب مقاطعين ومجموعة اختارهم ليون. وعلى هذا الأساس أعتقد أن هذه الجولة ربما تمثل أطرافا أكثر، وربما تعطي فرصة أكبر للتوافق والوصول إلى اتفاق إن شاء الله. نعم. طيب سيد معلا، برأيك إذن يعني هناك كما أشار السيد البكوش إلى يعني إلى ربما 20 عضو من أعضاء المقاطعين للبرلمان لم يوافقوا، وبالتالي 4 منهم قد وافقوا، كيف يمكن يعني الوصول ويعني اجتياز هذه الاختلافات لربما بينهم للوصول إلى رأي واحد وهو الاتفاق؟ العلة تكمن في اختيار الشخصيات التي تشارك في هذا الحوار الليبي. أعتقد أن هناك وكأنه سوء نية في اختيار الشخصيات الممثلة للأطراف الليبية، ما عدا البرلمان الأطراف كما قال السيد البكوش، هي أطراف أساسية، ما عدا ذلك كل الأطراف الأخرى التي شاركت أو ستشارك في الحوار. وكل مرة نغير في الأطراف، مرة الأحزاب السياسية، مرة رؤساء البلديات، ثم المقاطعون وغير المقاطعون ما إلى ذلك، أو المستقلون وما إلى ذلك. كل هذه عملية التخبط، خلنا ناخذوها بطريقة حسنية أي تخبط، أو إذا كان أخذناها بطريقة سؤونية يعني هناك نية لاختيار شخصيات دون أخرى للتأثير على مجرى الحوار. لذلك أعتقد أنه آلية اختيار الشخصيات التي تشارك أو تساهم في هذا الحوار فيها نوعا من 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 سوء النية. إذا كان أخذنا بهذا المنطق تجعل من وصول إلى حوار جدي يمثل أغلبية الشعب الليبي هناك فيها إشكالية كبيرة. نعم. طيب. ولا بد من مراجعة كيفية اختيار الأعضاء الجايين حول طاولة الحوار ليصبح هذا الحوار أكثر مصداقية ويمثل أكثر. طيب. طيب إذا دعني أخذ أيضا رأي السيدة تواتي. السيدة تواتي، كما أشار سيد البكوش، هناك 4 من وافقوا أو وقعوا على الاتفاق السياسي، وهناك 20 لم يوافقوا على هذا الاتفاق، كيف تعلق؟ لا أستطيع أن أخذ هذا قياسا. يعني مجلس النواب مكون من نفترض أنه 140 نائب، إذا كان فيه منهم 30 نائب رافضين لتوقيع المسودة بالحرف الأولى، لا يعني هذا أن الكل رافض. مجلس النواب يتخذ قرار بالإجماعية بالإجماع أو بالأغلبية، ولكن الأربعة المقاطعين كانوا أعتقد أنهم مفوضين أو كانوا يعني نعم. خلال طيب. 10 أشهر. شكرا جزيلا لك سيد التواتي، دهمنا الوقت، وبهذا نصل إلى ختام حلقة الليلة من العاشرة. أشكر ضيوفنا، كان معنا عبر الهاتف من طبرق عضو مجلس النواب فهمي التواتي، وعبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الناشط السياسي صلاح البكوش، عبر الهاتف من تونس الخبير الجيوستراتيجي غازي معلة. تقبلوا تحياتي، في أمان الله.